ان شاء الله يا فندم. حضرتك حطهولي على الماسنجر يا مستر شمال، حطولي السكايب بتاعك، الحساب بتاعك على الماسنجر بتاع الفيسبوك، لان من هنا مش عارفة اجيبه. هنعمل شير سكرين، وقولولي شايفين الشاشة ولا لا، ومن فضلكم محدش يلعب في اي اعدادات خاصة برنامج السكايب. حضراتكم شايفين الشاشة؟ تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل. فأنا دلوقتي عملنا ريكوست مستر سكايب على صفحة مستر شمال، وأنا دلوقتي حددت التوقيت. زي هعيد تاني موضوع التوقيت، ما نختارش توقيت غلط، نختار التوقيت صح. 12 AM معناها صباحا، يعني نص الليل. مفيش حد طبعا بيتواصل نص الليل، احنا لما بنيجي نتواصل بنتواصل ابتداء من الساعة مثلا 7 صباحا اللي هو 7 AM لحد إيه مثلا ايه لحد 4 أو 10 PM. ده لو انت هتتواصل بينك وبين المدرس لوحدك، لكن لو بينك وبين الطلبة وكده بتشوف مواعيد الطلبة والكلام ده، بيبقى لحد الساعة 1 2، بيبقى 2 PM. تمام كده، إيه وضحت موضوع المواعيد والتوقيتات ازاي. تمام، انا خلاص طلبت اهوت. عايز انت بقى ايه تدي تفاصيل عن المقابلة. هتقول مثلا ايه، طبعا مستر شمال رجل عربي زينا فهنكلمه بالعربي، فنقول له ايه مثلا، السلام عليكم. برجاء الموافقة على مقابلة مع طلابكم. انتوا بقى براحتكم بطريقتكم انتوا، مع طلابكم لإيه، لعمل أو لتنفيذ نشاط لعبة ايه مستر سكاي. نشاط لعبة ميستري أو السكايب الغامض. وهقوم عاملة ايه، اقول له request a session، وهتقول بقى بياناتك، ويعني حتى بياناتك هي تظهر عنده. لما بتعمل request a session خلاص، هتظهر هناك عند مستر شمال في اللي هو البريد. انا هنا جالي اهو الرسالة بالتوقيت بتاعي، ان انت طلبت يوم 25 الساعة 11 الصبح لحد الساعة 12 ايه مساء. خلاص بيأكد الكلام، اقول له اوكي كلوز. انا كده خلصت مع مستر شمال. هيقوم هو يروح يبص عنده على الظرف ده، ظرف البريد، ويضغط عليه. هيلاقي هنا مثلا رسالة جاية له يقول له you have pending Skype notification. اوكي، ايوه يا فندم، بتظهر في البريد ده، بتظهر في البريد اللي على صفحة مايكروسوفت، وبتظهر عندك على البريد اللي انت مسجل بيه على موقع مايكروسوفت. خلاص تظهر لك الرسالة ان فلان طلب منك ايه كذا. انا هنا مثلا عندي لسه في حد طلب ايه عندي انا صداقة، خلي بالكم ان دي صفحتي انا، يعني الجزء اللي فوق ده خاص بيا انا، اهو ده اللوجو بتاعي وده الظرف بتاعي. خلاص، فانا بفتح الظرف يقوم محولني على طول على ايه، على الريجستريشن داشبورد.
يعني ايه ريجستريشن داشبورد؟ اللي هو المكتب بتاعي اللي محطوط عليه سجل المواعيد كلها، او الدفتر المواعيد. خلاص بقوم انا شايفة هنا، هنا مس لميس ياسين كانت طالبة تواصل، هشوف هي الرسالة اللي كانت جايبها لي هي ايه. طبعا مس لميس ياسين ما ينفعش تعمل معايا تواصل جوه نفس المحافظة او نفس الدولة، عشان كده مش هتكتسب هي ايه، مش هتاخد اميال. بنبص على البيانات، بنشوف البيانات بتاعتها ايه، بنشوف الايميل وده الايه السكايب بتاعها. خلاص وبقوم انا عاملة هنا فيو كاستوم مسج، بفتح الرسالة اللي هي سايبها لي اشوف هي كاتبه لي ايه. هي كاتبه لي هنا بتقول لي: اهلا مس رانيا، عايزه حضرتك تكلمينا عن استخدام السكايب في الفصول مع مجموعه من المدرسين، استعداد للايفنت 28 و29، لو في مشكله في الميعاد عرفيني نرتب ميعاد تاني قريب، شكرا. انا اوريدي دلوقتي انا بعمل الاجتماع وهرفعه ليها. خلاص فانا مثلا هقول لها: لا شكرا انا مش هينفع لان انا مشغوله جدا الفتره دي. او بقوم عامله ايه، ديكلاين ديكلاين، واقوم حاطه سبب الرفض. طيب ولو عامله ابروف، لو انا عامله موافقه اقوم عامله ابروف، يعني ايه موافق. طب لو الميعاد اللي عندي مش يناسبني، لو الميعاد اللي عندي مش مناسبني وعايزه اقابل الطرف التاني في ميعاد تاني، بقوم عامله تشينج ديت، بغير الميعاد. هنشوف ازاي. هنشوف هنا كده عندنا تشينج ديت، انا مش عارفة هو في ايه، شبكة النت ضعيفة ولا ايه. المهم ايه، حضراتكم بتقدروا تغيروها بسهولة وبتظبطوا الدنيا عندكم. تمام، ده موضوع التواصل. في اي مشكلة دلوقتي بالنسبة لكم؟ ماشي، ده بالنسبة لمستر شمال. في حد تاني عنده مشكلة؟ تمام يا مستر عبد الله، تمام يا مستر محمود. ها مستر هشام رضوان، اهلا بيك، حضرتك كنت حاضر معانا قبل كده. مستر هشام انت ليك حساب على السكايب العادي؟ عايز ادخلك وادخلكم كلكم يا جماعة على الشاتنج ده مع مستر شمال. الشاتنج ده اللي انتوا شايفينه ده، وشايفين الناس عمالة تتكلم مع بعض ازاي، اهي عمالين يتكلموا مع بعض ويقولوا نعمل ايه وما نعملش ايه. تمام، طيب خلصنا، او بمعنى اصح احنا خلاص كده رتبنا المواعيد مع بعض. بناخد حسابات بعض بسهولة. لو كل واحد فينا مظبط الصفحة بتاعته بناخد الحسابات بتاعتنا بسهولة من اللوج. يعني مثلا مستر شمال اهو عندنا، بقوم انا راحة كده وابص هنا اد اون سكايب، انا هعمل له اد اون سكايب، اديني فتحت السكايب اهو، ادي مستر شمال ضفته على السكايب سند. المفروض ان مستر شمال يقبله دلوقتي عشان انا اضيفه على الجروب ونبدأ نتكلم مع بعض على ايه، برنامج السكايب العادي. خلاص، يفضل ان قبل الميعاد بيوم او يومين تقعدوا انتوا يا مدرسين مع بعض في البيت تحددوا هتعملوا ايه. تمام، بعد كده
هنشوف حسابه على الفيسبوك، بيقوم على طول يطلع لنا حسابه على الفيسبوك، وتقوم مثلا تقول له ايه مستر شمال على الماسنجر بتاعه، سوري، بنعمل على الماسنجر بتاعه كده ونسيب له رسالة ونقول له ايه مستر شمال، إيه ميعادنا، إيه اليوم الفلاني الساعة كذا، إيه مقابلة للعبة مستر سكايب مع طلابكم، هل انتم مستعدون ام لا؟ ونقوم كاتبين له. عشان كده يفضل ان لما نيجي نسجل اي مقابلة لسواء في لمدرسة او للمدرس يكون قبل الميعاد اللي انت عايزه، يكون قبلها بفترة، تقعد قبلها بفترة تسجل قبلها عشان تشوف المدرس هيرد عليك ويلحق يشوف الرسالة ويعرف يرد عليك. ده بالنسبة للايه للتواصل. طيب خلاص حددنا وظبطنا الدنيا مع بعض ورحنا المدرسة، الطلاب يعملوا ايه؟ بتقعدوا تظبطوا مع بعض، بتعملوا فريق من الطلاب، بتجيبوا طلاب شاطرين معاهم خريطة ومعاهم مثلا ايه اطلس، معاهم نوتة صغيرة او معاهم الكمبيوترات بتاعتهم لو معاهم كمبيوترات، وبيقعدوا بقى او الجوجل سيرش، وكل طرف بيجي الطالب الاول يرحب اهلا بك في مستر سكايب، والتاني يقول له اهلا بيك في مستر سكايب. الطلاب ما يعرفوش دول بعض، احنا بس يا مدرسين اللي عارفين. فتبداوا بقى تسالوا طبعا من خلال التواصل، طرف من يعني احد الاطراف ايه يقول ايه انا هبدا مثلا، او الطرف التاني يتفضل يبدا. صيغه الاسئله بتبقى صيغه يس نو كويشن، بصيغه هل انتم في قارة مثلا أفريقيا، هل أنتم في قارة آسيا، والإجابة بتبقى بنعم أو لا، خلاص، وهكذا بيبقى إيه بالتتابع، يعني اللي بيتقال هنا يتقال في الطرف التاني، واللي يتقال في الطرف التاني يقوم يتقال في إيه يتقال هنا، وهكذا. أثناء التواصل وأثناء الحاجات دي في مجموعة طلبة بتبقى شغلتها إن هي تبص على الخريطة وتشوف الموقع ده فين، تبدأوا تسألوا عن الثقافة، عن التقاليد، عن العادات، ماشي، أو مثلا الطعام المفضل لديكم، مثلا الملوخية، مثلا على أساس الملوخية دي إيه ده حاجة مشهورة خاصة بمصر. اهلا يا استاذ رفاعي، اتفضل. اتفضل يا استاذ رفاعي. ايوه ما انا اقول لك. تمام، فيعني احنا بنتكلم ايه على اساس ان الملوخية بقى إيه، يعني انا بتكلم كده ان احنا نقول ملوخية ده مثلا، يعني انتوا بقى حرين مع بعض، وهكذا. وبتسيبوها للولاد، يعني مش انتوا اللي تقولوا أوبي لهم يقولوا أوبي يسألوا يقولوا ايه، أوبي هتلاقوا ولادنا أوبي بيبدعوا مع بعض. خلاص، بعد ما خلصنا الكلام ده إيه، انتوا طبعا في الفترة دي انت يا مدرس وانت واقف شغلتك بس انك بتنظم العملية، ما يبقاش فيه عملية ايه عدم انضباط، بتصور، تاخد صور للقاء، تمام، ونقوم ايه رافعين الصور دي ايه على الجروب الخاص بفريق السكايب. هو ايه بقى الجروب الخاص بفريق سكايب وعلى الجروب العالمي، والناس اللي هي لسه مش خبيرة ممكن تدخل على جروب السكايب العادي اللي هي لسه ما اعتمدتش كخبير مايكروسوفت. تمام، وبتقوم شيرينه على الجروب. الجروب انا هديلكم اللينك بس دقيقة واحدة بعد اذنكم. خلاص شيرنا، هنشير ازاي بقى الصور؟ بنشيرها على جروب الفيس الخاص بسكايب ان ذا كلاس روم انثوسياست،
اهو هجيب لكم اللينك بتاعه. هو ده اللينك بس انا مش عارفة هو ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا كده فتح معاكم. هو ده اللينك بتاع السكايب ان ذا كلاس روم انثوسيست. وبعدين طيب احنا بقى عمالين نشوف ناس بتنزل قوالب وصور وعلى اشكال كده واعلام وحاجات من هنا ومن هنا. القوالب دي ايه؟ القوالب دي هم منزلها لنا من مايكروسوفت العالمي على صفحة سكايب ان ذا كلاس روم. طيب هنزله تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو النت باين بطيء. كده فيك مش عارفة هو مش بيجي ليه. دقيقة كده هنحطلكو هنشوفه هنا. اهي اللينك اهو ظهر. تمام هو ده اللينك. خلاص تمام. في بقى جروبات تانية يا مستر عبد الله، حتى لو ما ردوش عليك في جروبات تانية ممكن تشتغل عليها عادي برضو. العرب والأجانب عاملينها مع بعض على الفيس. ومستر محمود شتيل شفته، أو هشام رضوان كان منزل جروبات زي مستر سكايب أهي. هديها لكم اهيت. مستر سكايب، سكايب ان ذا كلاس روم، دي جروبات الناس هي اللي عاملاها وبيتواصلوا فيها برضو مع بعض من جوه الايه، من جوه الفيسبوك. اهي خلاص ادي جروب اهو. وبعدين بعد ما بنخلص بنرفع الصور ونقوم كاتبين ايه بقى. بنعمل لازم نشير بالعبارة دي. بنعمل هاشتاج، بندوس على شيفت ورقم 3 ونكتب سكايب، نخليها كابيتال سكايب سون. احفظوا كويس قوي السبيلنج بتاعها. 2017 2017 خلاص. وبتعملوا هاشتاج مايكروسوفت
EDU كده، وبتعملوا علامة at اللي هي بتدوسوا على شيفت ورقم 2 وتكتبوا سكايب SKYPE وبعدين C كابيتال تانية كلاس روم.